بعد اتهامها ببث الفوضى. مؤسسة سروس الخيرية تصفي أعمالها في تركيا. المؤسسة قررت إنهاء عملها بعد ادعاءات الصحافة التركية عن أنشطتها، وبعد تصريحات أردوغان عن الملياردير جورج سوروس اتهمه فيها ببث الفرقة بين الأمم وتدميرها. أردوغان ربط بين سوروس والاحتجاجات التي شهدها منتزه غيزي باسطنبول عام 2013، ورداً على اتهامات أردوغان قررت المؤسسة تصفية أعمالها وأكدت عملها في إطار القانون رغم التحقيقات التي تحاول ربطها باحتجاجات غيزي. فمن هو سوروس الذي مول مشروعات حقوقية وأصبح هدفاً لليمين المتطرف؟ جورج سوروس مجري الأصل، أنفق المليارات لدعم مشاريع حقوقية وديمقراطية. اتهمه النشطاء في الولايات المتحدة بتمويل مبادرات ليبرالية، ومنها دفع أموال لمحتجين على تعيين القاضي بريت كافانو للمحكمة العليا، ودفع أموال لمواطنين مكسيكيين لتشجيعهم على التوجه للحدود مع الولايات المتحدة.